بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هنحل مع بعض الامتحان الثاني، النموذج الثاني الاسترشادي الموجود على حصص مصر. حلينا الامتحان الأولاني ونزلته، كان سريع شوية ولكن أنت حاول تستفيد بسرعة كده عشان ما نضيعش وقتك، لأن وقتك عزيز وغالي. قبل ما تبدأ اعمل لايك واكتب كومنت وشير القناة واشترك وفعل الجرس، أوعى تنسى. بسم الله. أول سؤال: A lot of rain that falls in a short time is called. المطر اللي بينزل في مكان معين لفتره قصيره، يعني بيكون بقى نازل مطر غزير جدا، اسمه جيل. ده ديت بتساوي كلمه ويند، يعني بليزرد اللي هو سنو ورين مع بعضهم، داون بور اللي هو المطر او سقوط المطر او هطول المطر، لكن اليمنت مكون او عنصر، فاكيد ما دام قال لك مطر يبقى داون بور وانت مغمض عينك. هي نوت جريت فيم فور بينج تولرنت اند هوب اند هيلبفول تو اول هيز كلاينتس. هو ايه جريت فيم؟ فيم يعني شهره. انت عارف الشهرة دي بستخدم معاها جين، فعشان كده هنقول هي جيند جريت فيم. اوعى تنسى ان كلمة ايرن يعني يكسب ويكسب. لما اقول لك ريدنج بوكس ايرنز يو انفورميشن، قراءة الكتب تكسبك معلومات. بعد كده افتر جراديويشن، بعد التخرج، ميني يونج بيبل فايند ات ديفيكولت تو سوتابل ورك. بعد التخرج مجموعة او عدد كبير من الشباب يجدوا انه من الصعب ان، اكيد يجدوا عملا. يجد عمل يعني ايه؟ يعني فايند او جيت. خلاص يبقى عندك جيت اهي يا عم، انت محتار ليه؟ طيب ميك ما تنفعش مع كلمة ورك خالص. جيف ورك دي لو انت شايف الحكومة بتعطي وظائف للناس فتقول جيف ورك مثلا، او لا بس هتبقى جيف جوب. طيب بروفايد يعني يزود او يوفر، بروفايد جوب اوبورتونيتيز يعني يوفر فرص عمل للشباب. بعد كده نقط: بيبل ار ايبل تو برودوس نيو ثينجز ديبندينج اون ذير اون ايدياز. الناس اللي ايه؟ هم الناس اللي عندهم القدرة ان هم ينتجوا او يقدموا اشياء جديدة معتمدين على افكارهم. كرييتيف بيرسون بيبل اللي هم الناس الخلاقين المبدعين، ايميتيتيف اللي هم المقلدين، ايميتيشن التقليد، هوبفول الامل، وهيتفول الكريه. طبعا اكيد الكرييتيف والانوفيتيف تنفع برضه. ماي فادر نوت مي نوت تو هولد ذا نايف باي ذا بليد. ابي ايه؟ اني ما امسكش السكينه من البليد اللي هو نصل السكين، الحته الحاميه اللي في السكينه دي. وندر تساءل، بروميسد وعد، ورن اتحذر، بريدكتد تنبأ، اكيد ابويا حذرني اني ما امسكش السكينه. وعايزك تفتكر دايما وما تنساش ان ويرن تو او نوت تو. طب هو ليه خد هنا نوت تو؟ لانه عايزك ما تعملش. طيب لو عايزك تعمل كان هيقول لك تو. نوت ويفز ان ذا سي كوزد ذا شيب ريك. شيب ريك اللي هو حطام يعني. اند تو سيلرز وير كيلد. الامواج الايه خلت السفينه تتدمر والناس كانت هتموت. تعال نشوف الاختيارات. لايت يعني خفيف، هاي عالي، يوسف المفيد، وهيفي هيفي رين. لكن الامواج بنقول عليها هاي ويفز، الامواج عاليه. يقول لك ذي ار people who enjoy making friends. طبعا يقولون على بعضها كده ما فيهاش مشكله. It is the correct answer. بيقول لك they are sociable، بس هي الجمله متقطعه يعني people who enjoy making friends. عكس الكلمه اللي تحتها خط، الكلمه اللي تحتها خط اكيد هنا كلمه sociable. sociable دي معناها الشخص اجتماعي. الاجتماعي ده يعني بيساوي friendly، هو مش عايز اللي بتساويها وعايز عكسها. يبقى اكيد كلمه solitary اللي معناها منفرد او فريد. طيب الجمله السؤال اللي بعد كده: Do you think he can achieve any progress relating to the subject? هل تعتقد انه ممكن يعمل اي تقدم او يحقق اي تقدم يعني فيما يتعلق بالموضوع ده؟ Synonym of the underlined word برضه نفس القصه برضه. الكلمه اللي تحتها خط دي، الكلمه دي بتساوي كلمه ايه؟ adapt، ignore، fulfill. اكيد achieve، لان fulfill دي معناها يحقق، واتشيف يحقق. To set a new association is not easy. To set لكي تحقق، لكي تبني او تؤسس يعني، يبقى to set up. To set up a new association، أن تبني منظمة جديدة ليس أمرا سهلا، يبقى set up. He is an organized person، هو راجل منظم. The word organized is، كلمة organized ديت إيه؟ صفة في الجملة، شخص منظم يبقى دي صفة، يبقى adjective. To shout as a way to show approval, good wishes or to shout as a way to show، إنك تصوت يعني على طريقة من الطرق اللي أنت بتبين بها الاستحسان أو الأمانة الجيدة أو التشجيع. Is to ده معناها شير يشارك، شيك يهز او يهتز، تشيك يفحص، وشير يبتهج. اكيد هي دي لما يكون حد قاعد كده ونجح فانت شير اب يعني تبتهج كده وتصوت مره واحده، دي شير. طيب بعد كده he was obliged to sell his car، اجبر على بيع سيارته. he no choice، هو لم ليس عنده اي خيارات. لاحظ ان obliged دي ماضي، اجبر في الماضي، was obliged ماضي على بعضيها، فانت بتتكلم على ماضي، يبقى he had no choice يعني هو لم يكن عنده اختيار اخر. Some scientists are doing experiments on a new medicine for coronavirus. علماء بيقوموا بدراسات على او تجارب على دواء جديد للكورونا فيروس. Which hope to many people around the world. الذي يعطي املا لمجموعه من الناس حول العالم. طيب تعال نشوف. طبعا دي forgive ديت forgive يسامح، forgive سامحه، give اعطى،
بريدكت التالت بقى ديت فعل اكيد جيف هوب تو، يعني يعطي املا لي. He has been since he was fired from his job. من ساعة ما اتطرد، fired هنا يعني طرد، من ساعة ما هو اتطرد من شغلانته وهو selling بيبيع، celebrating بيحتفل، إذا كان بارد يعني، depressed مضغوط، و supporting مؤيد، يبقى أكيد he depressed. depressed يعني يشعر بالضغط والتوتر وكده والضجر. Be careful when you are driving. خد بالك لما تكون سايق عربية. Up the mountains some cars have fallen off. بقول لك مش عارف هو عايز إيه. المهم في حاجات كده غريبة مش ظاهرة. بقول لك خد بالك لما تكون ماشي في العربية بتاعتك driving ايه up the mountains some cars have fallen off. اكيد هنا عايز كليف المنحدر، لما تكون ماشي وبتتسلق بالعربية بتاعتك طالع على شيء جبل منحدر جبلي، فخد بالك عشان ما تزحلقش، فدي كليف. السؤال برضو مش واضح في كلام متشال. I have not gone camping. I'd like to go next summer. I have not gone. انا عمري ما رحت عملت معسكرات، يبقى I have never gone. وادي عندي نيفر. طب ليه ما ناخدش اي هاف اوريدي يا مستر؟ ما هو عشان قال لك ايد لايك تو جو، نفسي اروح الصيف الجاي، يعني ما رحتش قبل كده، يبقى اي هاف نيفر. هاو نوت از ا كويشن ذات ذا بوليس ار تراينج تو انسر. هاو هاز بين ذا دوكيومنت ستولن. هاو ذا دوكيومنت، انت فاهم ان ده جمله كلام غير مباشر، عرفت منين؟ عشان اخرها نقطه، يبقى ده كلام غير مباشر. يبقى انا عايز استفهام وبعدين الفاعل وبعدين الفعل المساعد. دي بدأ بهاز فهنشيلها، واخرها بدأ بهاز فهنشيلها. حلو، انا عايز اللي فيها اداه استفهام هاو، وبعدين الفاعل او المفعول اللي هو ذا دوكيومنت، وبعدين بيبقى هاو ذا دوكيومنت اهي، وبعدين الفعل المساعد هاز، يبقى هاو ذا دوكيومنت بين هاز، لا هاو ذا دوكيومنت هاز بين ستولن. هي دي، ركز معايا تاني كده، اداه استفهام هاو، وبعدين الفاعل ذا دوكيومنت، وبعدين الفعل المساعد هاز عشان ده مجهول، فقلنا هاز بين، وبعدين التصريف الثالث، يبقى دي مظبوطه. ذا ريبورت از اباوت، التقرير about دي يعني عن، بس انت ما ينفعش تقول عن لوحدك كده، لازم تبص على الاختيارات عشان تشم ريحه الاجابه. هو فينش ينتهي او ينهي، يبقى اكيد هو عايز يقول لك على وشك ان ينتهي، يبقى is about to finish اللي هي دي. is about to يعني على وشك. Do you think he is not to understand the question؟ هل تعتقد ان هو ايه؟ انه هيفهم السؤال ده؟ such intelligent ولا enough intelligent؟ طبعا دي غلط. ليه يا مستر؟ عشان المفروض كانت تبقى intelligent enough. حلو كده؟ طيب هي دي الإجابة بقى. هل تعتقد أنه يكون ذكي بالقدر الكافي الذي يمكنه من فهم السؤال؟ يبقى هي دي. طيب لما ما ناخدش such أصلا بداية، ما ينفعش معاها تو عايزة ذات، ما تستبعدها مباشرة. I asked all my colleges about my lost dictionary but of them saw it. أنا سألت أصحابي كلهم عن القاموس بتاعي ولكن أكيد ولا واحد شافهم، يبقى neither of them saw it، وكان ممكن نقول none of them saw it. طب هو لما قال لك نيزر هنا معناها ان هو مفيش حد شافهم خالص. I read a novel. The hero was a young child who fought against a tyrant king. بقول لك ان انا قرأت رواية والتي فيها، التي فيها يبقى in the، المفروض in the novel. طيب يبقى هنا in which، انت المفروض كانت الجملة ايه؟ I read in the novel، يبقى هنا in which. السؤال 22 يا شباب بيقول لي after examining the patient، بعد فحص المريض، the doctor decided that he must ايه بقى؟ في نقط، النقط دي المفروض انها في الاخر هنا. بعد فحص المريض الدكتور قرر ان هو يجب ان، تعال نشوف بس قبل ما احل الجمله دي، عايزك تبقى واد خربوش. يعني ايه خربوش يا عم المستر؟ عايزك تعرف ان انت محتاج بعد must، الفعل في المصدر دايما. حلو؟ حلو. طيب تعال نشوف، اول واحده هاف دي مصدر هنفكر فيها، طب الثانيه gets لا ما نفكرش فيها خالص، طب ليه يا مستر؟ عشان ما ينفعش اجيب بعد ماست فعل مضاف له اس. طب رقم دي اللي بعدها هاف، هنفكر وهنفكر، يبقى انت كده ريحت نفسك من واحده، باقي معاك ثلاثه. حلو، انت عارف ان انت بتقول ان الدكتور قرر ان هو يجب ان يجعل الدواء يؤخذ بدايه، يا مستر انا عارف ان هاف اصلا ما بيجيش بعدها تو المصدر، يبقى انا كده شلت الاولى والثانيه والحمد لله ارتحت منهم، باقي معايا اثنين. هاف يجعل his medicines دوائه repeat يكرر، لا ده يكرر المفروض، يبقى دي برضو غلط. طب انت ليه غلط؟ عشان المفروض تبقى have his medicine التصريف الثالث repeated. طب get his medicines repeated دي صح، يبقى انت كده قدامك في الجمله دي اختيارين كانوا ينفعوا، انك تقول لي get his medicines repeated او have his medicines repeated. اوعى تقول لي يا مستر مش المفروض المريض ده مفرد؟ هقول لك طب مش المفروض ناخد gets؟ هقول لك هو كان حاطط دي عشان يصطادك اصلا في دي. انت بتقول بص بعد فحص المريض الدكتور قرر انه يجب، بعد ماست لازم المصدر، اوعى تدوخ وتختار غلط. بعد كده
This is the first film. ده أول فيلم. I haven't not watched such an exciting movie. I haven't دي دايما بنجيب بعدها ever. I haven't ever. بمعنى إيه I haven't ever؟ يعني أنا لم يسبق لي إن أنا أحل مثل هذا السؤال أو أفعل مثل هذا الشيء من قبل. أنت عايزك تفهم إنك لما تقول I haven't ever watched دي بتساوي I have never watched. يبقى I haven't ever بتساوي I have never. وركز في الكلام ده كويس. بعد كده يا شباب الجملة رقم 24 سامية had done the shopping. سامية قامت بعمل التسوق. going home الذهاب للمنزل. ما تهدى كده على نفسك وتفكر had done دي الماضي التام حلو وبعدين نقط وبعدين فعل تاني. اكيد الفعل التاني ده ماضي بسيط. طيب ما تيجي نشوف كده. وافتر ذات دي بتساوي مين؟ بتساوي بيفور. فلو حطينا هنا بيفور لو حطينا هنا افتر ذات لازم بعد افتر ذات جمله سليمه. طب الحاجه الثانيه بيفور ذات لازم بعدها جمله سليمه. حلو انا قدامي بيفور وافتر الاثنين ينفع بعدهم اي ان جي. تمام كده يا عم؟ تمام. ينفع تاخد افتر وتجيب بعدها الجمله دي والماضي التام يبقى قبلها. افتر الماضي التام بيكون بعدها وبالتالي الاجابه هنا مين؟ بيفور. ده بالاسلوب الحب. وانت عارف ان المستر هيثم ما بيحبش اسلوب الحب اصلا، بيحب يترجم. انت بتقول ساميه ادت او قامت بالتسوق قبل الذهاب الى المنزل، واللي هي تسوقت بعد ما راحت البيت يعني في البيت يعني مثلا. ده المنطق. يبقى انت قلت لي هنا ساميه هاد دان ذا شوبينج بيفور جوينج هوم. اقول تاني سريعا اللي انا عملته كطالب اسمه هيثم بحل الامتحان. انا قدامي نقط وبعدين جوينج، الفعل ده مضاف له اي ان جي، ما ينفعش اخد افتر ذات ولا بيفور ذات لان الاثنين دول بعدهم جمله سليمه. وانا عارف ومتيقن افتر ذات بتساوي بيفور، بيفور ذات بتساوي افتر. حلو؟ حلو. طيب انا بقى قدامي بيفور وافتر، الاثنين ينفعوا هنا عشان بعدهم اي ان جي، ولكن لما يكون في ماضي تام في الجملة الأولانية وبعدين الجملة الثانية هختار قبلها رابط، فالرابط لازم يكون بيفور. هتقول لي مستر سؤال معلش شوية هو تعتبره غبي؟ لا هو مش غبي. قوله كده مستر، مش أنت قلت لي إن أفتر ذات بتساوي بيفور؟ أه. طب ما ناخد أفتر ذات زي بيفور، ما هما الاثنين في الاختيارات. لا يا حبيبي الغالي، بيفور لازم بيفور ممكن بعدها أي إن جي أو ممكن بعدها فاعل وبعدين ماضي بسيط، لكن أفتر ذات لازم جملة سليمة بعدها. يعني كان ممكن نقول سامية هاد دان ذا شوبينج أفتر ذات شي وينت هوم. حلو. اللي بعد كده هنضغط بس على اي حاجه عشان نبقى الصفحه نشطه قدامنا ما تمشيش. Let's drink some juice if you، تعالى نشرب شويه عصير لو انت حابب. خد بالك لو انت تحب تشرب. طيب يبقى اكيد هي مين؟ فعلا طلعت سبحان الله would like الصح. عايزك تفهم انك ممكن تاخد هنا would like او like. وعايزك تفهم ان لما تقولي I would like to play دي بتساوي I like to play. اوعى تكون فاكر ان would دي يعني would والمصدر، فالمفروض هنا ناخد ماضي بسيط. الموضوع مش كده. would like to بتساوي like. من الاخر I would like to play بتساوي I like to play. طيب اللي بعد كده نشر الصفحه برضو. بيقول لك we wish we not the matter seriously and phoned the doctor from the beginning. انت بتقول يا ريتنا تناقشنا في القضية باجتهاد واتصلنا. فخد بالك انا عمال مطلق فيه عشان اقول لك ماضي، والماضي عايز ماضي تام، وسبحان الله طلعت صح. خرب بيت كده انا حلو في التنشين والله. طيب she apologized for breaking my cup. هي اعتذرت على ان هي كسرت الكوبايه، ولكن هي have been more careful تبقى اكثر حرصا. طب ما تيجي نشوف الاختيارات يا مستر. لو خدنا should هيبقى معناها should have been more careful، يعني كان ينبغي ان تكون حريصه. سبحان الله هي الاجابه. طب مايت ربما انها كانت حريصه. طب دي اكيد كانت حريصه. طب دي اكيد ما كانتش حريصه. انت بتقول لي هي اعتذرت لي على ان هي كسرت الكوباية، ولكن هي كان يجب ان تكون حريصة. يبقى should. مستر مش ينفع ناخد انا shouldn't؟ ينفع يا باشا، بس هتقول لي but she shouldn't have been careless بدل careful. ادخل اللي بعدها. not if you were a millionaire. لو انت مليونير. where دي مستر حالة تانية صح؟ خلاص طب تعال نشوف. انا هشيل اللي ما ينفعش اصل انا طالب شاطر. would you have done would have past participle ما تنفعش لان دي حالة تالتة. احنا عايزين ماضي بسيط. would والمصدر. what you would do فيها would والمصدر هفكر فيها. طيب would have done هستبعدها، يبقى انا هستبعد رقم B ورقم D. هفكر في ايه؟ وافكر في C. بس انت اكيد شفت آلات الاستفهام اللي الراجل رزعها في اخر السؤال دي. يبقى ده سؤال فآلات استفهام فعل مساعد فاعل. يبقى what would you do هي دي الصح. آلات استفهام فعل مساعد فاعل. طب ليه ما ناخدش دي؟ عشان هو جاب لك آلات استفهام فاعل. ده لو اخر الجمله نقطه كنا خدنا دي. اللي بعد كده which of the following has the correct ending punctuation mark. مين اللي في دول النهايه بتاعتها صح؟ اولا يا عم الحاج دي غلط من غير ما نبدا كده. ليه يا مستر؟ اصل الكولونز دي عشان تبقى موجوده لازم يكون بعدها ليست، لازم يكون بعدها كلام كتير. مفيش كلام. حاجه الثانيه رقم بي وير زي سيفر. طبعا وير زي سيفر لو كانوا هم اكثر امنا. زي كاتش اب ويز ذا زير فريندز وعلامه تعجب
لا ده مش، انت ما تتعجبش، انت بتقول لو حصل كذا كان هيحصل كذا. وير دي انت عارف ان هي مكان اف، يعني لما تلمح الجمله بادئه بوير واف واي حد من الرابط، تركيزك واول حاجه عندك تاكد عليها في النص كما زي الجميله دي، اه يبقى كده انا ماشي صح. طيب يبقى الجمله دي اولا غلط عشان اخرها المفروض يكون في نقطه مش كولنز. طيب وير زي فاستر زي وود كاتش اب ويز هير فريندز، ده تعجب. هو انت كده بتعجب؟ احنا قلنا عايزين نقطه في الاخر. وير زي وما اعرفش ايه في الاخر فاهم، قلنا ده مش سؤال، دي جمله اف عاديه المفروض اخرها نقطه، اذا الاجابه هي رقم دي. ونخش اللي بعده. طيب بعد كده 30، one can close an informal email with، الواحد ممكن يغلق ينهي ال informal email، الايميل الانفورمال الغير رسمي بكلمه باي. يلا باي يا معلم، عايز حاجه؟ هي دي تنفع. لكن yours faithfully يعني مخلصكم فلان، او yours sincerely دي في الفورمال، ورقم سي في الفورمال، وبرده دي best wishes اطيب الاماني لحضرتك دي في الفورمال برده، يبقى باي هي اللي بنستخدمها في الانفورمال، الباقي ده فورمال. بعد كده which of the following is sent with an email، ايه اللي ممكن نبعته مع الايميل؟ ان اس ام اس، الاس ام اس دي بنبعتها بالموبايل، واحد صاحبك تبعت له ازيك يا حبيبي او اي حاجه بالاس ام اس، ممكن تبقى فورمال وممكن تبقى غير فورمال برضه. اتاتشمنت المرفق اكيد اللي بنبعته في الايميل مرفق، حتى انت بتقول ايميل اتاتشمنت يا راجل. بيقول لك it is recommended that you first write the A of your essay. First يعني في الأول، وما دام في الأول طبعًا يبقى هنستبعد conclusion دي. الحاجة التانية كلمة sentence يعني جملة، ما ينفعش أقول لك جملة المقال. طب كلمة moral يعني قيمة أخلاقية، الموضوع كله ملوش علاقة بالإيساي خالص إلا body. body ده اللي هو جسم الباراجراف. بيقول لك not is another name for the attention grabber sentence. attention الاهتمام، وجراب يعني يجذب، attention grabber sentence يعني الجملة اللي بتجذب الانتباه، اسمها إيه؟ closing اللي هي في آخر البقال خالص خالص، introduction المقدمة، hook الخطاف، ولا body الجسم؟ أكيد hook. كلمة إحنا في الباراجراف يا شباب بنكتب جملة بتجذب انتباه الناس، الجملة دي بيسموها هوك، هوك دي أصلاً بالعربي معناها الخطاف، هي نفس الكلمة اللي بنستخدمها في كتابة المقال. طيب بعد كده بيقول لك هاو ماني سيز اللي هي الأفكار يعني أو الموضوعات شود أ بيبر هاف أو إيسي هاف، الأفكار الموجودة في الباراجراف المفروض تكون كام فكرة؟ أكيد فكرة واحدة. 1 أنت بتكتب عن التلوث وبعدين بتكتب كل حاجة عن التلوث، ما ينفعش تقول لي الباراجراف ده عن التلوث وبعدين لقيت بتحكي لي عن العلوم وشويه كده تكتب لي عن عربيه باباك وبعدين كده عمك عمل حادثه، الموضوع ملوش علاقه، انت تكتب عن وان السيز الموضوع بيكون وان. بعد كده بيقول لك وات ار ترانزيشنز، ايه ترانزيشن؟ الترانزيشنز دي من الاخر اللي هي كلمه زي كلمه ايه؟ افتر ذات بيفور ذات وين، اللي هم بيسموهم الكلام اللي بنستخدمه عشان ننتقل من مكان لمكان في الجمله يعني. سيجنال ووردز ذات هيلب اورجنايز ا باراجراف يوزنج تايم اوردر اور ليستنج اوردر، هي دي لما تقولي افتر وبيفور وين، القصه دي هي كلمات بنستخدمها عشان نرتب الاحداث اللي في الباراجراف تفصيلا. طبعا انا مش هقف كتير من الحاجات دي لان خصوصا الرايتنج اللي فيها البانكتويشن انا بفصل فيه، لكن الرايتنج عشان لسه ما شرحتهوش قدامكم او معاكم فما بقفش كتير معاه، لكن هيجي لنا الرايتنج في الفيديو الخاص بيه زي ما اتفقنا ومش هنسيبه. Which of the following is correctly punctuated؟ ايه في دول مترقم صح؟ عمر اند علي who have always been friends no longer talk to each other. نفس الجمله دي حليناها النهارده على المنصه في الفيديوهات بتاعت الترقيم. بص يا سيدي، الفكره بتاعت الجمله دي انك انت عايز تقول لي عمر وعلي اللي كانوا صحاب في يوم من الايام بطلوا يتكلموا، فالطبيعي انك تقول لي عمر اند علي وبعدين هو اللي هم كانوا صحاب في يوم من الايام، دي كده لحد هنا كده جمله اعتراضيه، فهتحط لي كوما في الاول وكوما بعدها ومفيش بعد كده كوما ثاني، فالاولانيه غلط عشان فيها كوما هنا وكوما هنا وكوما هنا، يبقى الاولانيه غلط. الثانيه عمر اند علي who have always been friends no longer talk to each other، دي اللي صح. طب ليه يا مستر؟ عايز تعرف حاجه، الجمله الاعتراضيه دي معناها ان الكلام اللي بيتحط في النص ممكن نحذفه، فاحنا بنحبس الكلام ده بين علامه الكوما وبين كوما ثانيه. طب ما تخيل معانا ان من الكوما دي لحد الكوما دي الكلام مش موجود، يلا نترجم كده، هتبقى عمر اند علي no longer talk to each other، عمر وعلي بطلوا يتكلموا مع بعضهم البعض، اللي في النص ده ملوش اي ستين لازمه، يبقى دي اللي صح. طب ليه دي غلط؟ عشان هو جاب الكوما بعد عمر. طب ليه دي غلط؟ عشان هو اصلا ما حطش كوماز. اللي بعد كده choose the best translation طبعا. Cultures have different customs to deal with a child's teeth fall out. الثقافات فيها عديد من العادات فيما يتعلق بالتعامل مع خلع أسنان الأطفال. In Korea, they throw the lost teeth up on a house roof. بيرموا السنة البيضة، السنة اللي اتخلعت فوق منزل أو فوق سطح من أسطح المنازل. للثقافات عادات مختلفة في التعامل مع سقوط أسنان الطفل. ففي كوريا يتم إلقاء السنة المفقودة 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 خلف سطح المنزل، ازاي هي مفقودة وانت رميتها؟ انت بتهزر؟
المفروض السنه اللي بتتخلع. للثقافات عادات مختلفه في التعامل مع سقوط اسنان الطفل. ففي كوريا يتم القاء السنه المفقوده على سطح المنزل، برضه مش المفقوده، انا مشكلتي هنا في المفقوده، يبقى دي غلط برضه. طبعا دي من حيث الخطا اللي فيها، المفقوده بس اللي خطا. طب الاولانيه فيها خطأين، المفقوده وخلف السطح، لان هو قال لك هنا ايه اون، ما قالكش بيهايند. طب الثقافات عادات مختلفه في التعامل مع سقوط اسنان الطفل. ففي كوريا يتم القاء السنه المكسوره على سطح المنزل، المكسوره مش المفقوده. طب اللي بعدها كان للثقافات، لا ما كانش ولا حاجه، قال لك هنا كالتشرز هاف مضارع، وهنا بيقول لك كان، يبقى الاجابه دي الثالثه اللي صح. طيب رقم 38، living in a big city has become an unhealthy and harmful life nowadays. بقول لك اليومين دول الحياه في المدينه الكبيره اصبحت حياه يعني مضرة وغير صحية. There is nothing except streets full of fumes. ما فيش حاجة غير الشوارع اللي مليانة زبالة وعوادم سيارات وضوضاء، which affect people's health and nerves، اللي بتأثر على الحياة العصبية للناس وعلى صحتهم. أول واحد، أصبحت الحياة في مدينة كبيرة حياة صعبة وضارة، unhealthy و harmful. هو ما قالكش حياة صعبة، هو قال لك إيه، حياة أصبحت الحياة في مدينة كبيرة حياة صحية وضارة. لا، هو قال لك غير صحية، unhealthy يعني غير صحية، يبقى دي غلط عشان موضوع صحية دي. وما نكملش. أصبحت المعيشة في مدينة كبيرة حياة غير صحية وضارة، لا يوجد شيء باستثناء شوارع مليئة بعوادم السيارات والضوضاء التي تؤثر على صحة الناس وأعصابهم. هي دي اللي صح. طب اللي بعدها دي غلط. أصبحت المعيشة في مدينة كبيرة حياة غير صحية وضارة، يوجد كل شيء باستثناء شوارع. ما قالكش كده، ده قال لك there is nothing except، ليس هناك أي شيء إلا. هنا بقى هنا بقول لك ايه، يوجد كل شيء باستثناء، لا ده بقول لك ما فيش حاجه خالص الا الشوارع المليانه زباله. طب اللي بعدها ركز براحه كده، انت بتقول لي كل شيء موجود ما عدا الشوارع المليئه زباله، ده هو بيقول لك ما فيش حاجه اللي هي. طب اللي بعدها اصبحت الحياه في مدينه كبيره حياه غير صحيحه، خد بالك هنقول صحيه مش صحيحه، يبقى دي اللي صح. تمام اتفقنا. اللي بعد كده التالي، توفير حياه كريمه للمواطن هو الدور الرئيسي للحكومة، لذلك فهي تسعى جهات لتحويل رمال الصحراء لأرض خضراء، وهذا سيؤدي لزيادة الأرض الزراعية وبناء مجتمعات جديدة. Providing the citizen with a comfortable life is the main role of the government. So فصل أو so يبقى ده مظبوط. It saves its best. Save its best يعني بتوفر جهودها، يعني ما بتعملش حاجة. من الآخر يعني أقول لك save money يعني وفر فلوسك ما تصرفش. Save water يعني وفر الميه ما تبعترش، يبقى ده غلط عشان كلمه save. Providing the citizen with a comfortable life is the main، خد بالك دي عاملها ماين، ماين دي يعني ملكي، يبقى دي كمان غلط من اولها كده. Providing the citizen with a comfortable life is the main role of the people، هو الدور الاساسي للناس؟ لا ما قالكش للناس، هو قال لك توفير حاجه، هو الدور الرئيسي للحكومه، وهنا قال لك بيبول، يبقى دي غلط عشان بيبول. طب الباقي اللي بعد كده الاخيره، providing the citizen with a comfortable life is the main role of the government so it does its best to turn the desert sand into green land. This leads، وهذا يؤدي الى زياده الارض المزروعه وبناء مجتمعات حديثه. الجمله الاخيره اللي صح. سريعا كده، الاولانيه كانت غلط ليه؟ عشان قال لك كده سيفز. الثانيه كانت غلط ليه؟ عشان قال لك ماين. الثالثه كانت غلط علشان قال لك دور الناس وهي المفروض دور الحكومه. اللي بعد كده واخر جمله، لكل منا حلمه الخاص به او حلمه يعني الخاص به. بالنسبه لي عندما انهي دراستي اريد ان اصبح طبيبا مشهورا، سوف اساعد المرضى وان احصل على اموال من الفقراء. كذاب. Each one of us has his own dream. لحد دلوقتي كلام زي الفل. For me، بالنسبه لي، when I leave school I want to be a famous doctor. I will help ill people and I won't take money from poor people. دي مظبوطة وزي الفل. Each one of use، خد بالك الهبل ده of use، اوعى تقرأ بسرعة عشان تقرأ غلط، يبقى كده بالصلاة على النبي دي غلط عشان use. Each one of us has his own dream. For me، بالنسبة لي، when I leave school I want to be a famous doctor. I will help will people. will people يعني ناس صحتهم حلوه، تساعدهم ليه؟ انت مالك ومالهم؟ يبقى دي كده غلط، احنا اخترنا الاولانيه وقلنا صح. الاخيره برضو غلط برضو. each of us had، هذا يعني كان له، انت بتقول لي لكل منا حلمه الخاص به، يعني لسه عنده، يبقى دي مضارع في الجمله الاولانيه اللي صح. احنا كده خلصنا كل الحمد لله ال 40، نشوف السكور اللي احنا عملناه. طبعا احنا كده 40 من 40، انهاء الامتحان. للاسف الامتحان رافض يخرج عشان يعرفنا احنا جبنا كام، بس مش مشكله، احنا كده خلصنا الحمد لله رب العالمين الامتحان كله كاملا مكملا. حل الامتحان ده
مره واثنين، لو في اسئله انت واقف معاك، لو في حاجات ملحوظات اكتب لي تحت في الكومنتس وان شاء الله هحاول ارد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.